السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله راح نديرو وصفة الكحك. عندي زوج حبات على البيض صفار ندهنو به البياض في العجينة، عندي حبة حلاوة وزريحة البسباس، خميرة الحلوة مغرفة كبيرة، زوج مغارف كبار حليب بودرة، قشور تاع حبة تاع ليمون، نص كاس سكر حرش، نص كاس تاع الزيت، مغرفة صغيرة تاع الملح، وزوج كيسان تاع الماء دافي. الا ما كانش عندك الحليب البودرة يعني حليب غبرة، ديري زوج كيسان حليب مكان الماء في بلاصة الماء دافي. نديرو زوج كيسان تاع الحليب. اذا هنا عندي زوج كيسان تاع الماء يكون دافي من الاحسن ماشي سخون، مع نص كاس تاع السكر حرش. راح نضيف جوج مغارف كبار تاع حليب بودره، يخلي الكحك يجي بزاف خفيف الحليب بودره. ممكن ديروا الحليب يجي خفيف. راح نضيف مغرفه كبيره خميره الخبز، نخلي شويه هاد المكونات يعني نخلي الخميره مع الحليب والسكر تطلع شويه باش نضيف باقي المكونات. كيما شفتوا خلطوا مليح حتى تذوب كاع الخميره مع الحليب. راح نضيف بياض البيض، عندي زوج بياض بيض والصفار قلت لكم نخلوه ندهنوا به. هنستعمل تقريبا واحد المغرفه صغيره تاع الملح مع نص كاس تاع الزيت مع قشور تاع حبه تاع ليمون، الاحسن لكن عندكم الليم الاخضر فيه نكهه اكثر من الليم الاصفر. مغرفه تاع حبه حلاوه، مغرفه صغيره معمره تاع حبه حلاوه، ومغرفه صغيره معمره تاع زريحه البسباس يعني اليانسون والشامر. بالنسبه لاخواننا في المشرق في سوريا ومصر وكاع دول المشرق يعني يقولوا اليانسون والشامر. وتخلطي كلش داك الصفار، لازم نغطوه صفار بيض دايما نغطوه بصاشي باش ما يبسش. كي نبغي ندهن به نزيد له شويه تاع الحليب وندهن به. دوك راح نضيف الفرينه شويه بشويه، كيما دائما نوصيكم الفرينه ما نديروش على مره، ديروا شويه بشويه حتى تتلم لنا العجينه. وراح نخلي العجينه شويه طريه يعني ما نديرهاش يابسه، نخليها شويه طريه باش الكحك يجيني خفيف. جربوا هاد الوصفه تاع الكحك راهي ناجحه بزاف، يعني جربوها وانتم مهنيين برك تبعوا المقادير. اهم حاجه قلت لكم الماء يكون دافي كي نديروا الخميره، ما يكونش بارد وما يكونش سخون، والمقادير الاخرى راهي باينه. راح ينجح لك الكحك بكل يعني بكل ضمان. ثاني لازم نخلو العجينه تخمر ومن بعد كي نشكلوه نعاودو نخلوه يخمر، والفرن لازم يكون سخون يعني نسخنوه مقبل يعني يكون حامي. درك راني ندير بشويه ونلمها، لمها باليد باش نعرف الى خصها الفرينه ولا ما خصهاش. نزيد لها شويه ونخليها شويه طريه باش في الصوره راني درت لكم كاع كيفاش خدمت الكحك يعني ما قطعت حتى لقطه هكا باش تفهموا مليح. هاد الوصفه راني مصورتها من قبل ولكن كاين واحد الاخت طلبت مني الكحك وقالت لي ديريه لي بكل تفاصيله، اذا نسيت نخلي الفيديو يعني بكل تفاصيل تاعو.
هكا باش تفهموا عليا مليح. دوك راكم تشوفوا العجينه هي تتلصق، مازال تتلصق شويه، خليها تخمر في بلاصه دافيه، حطوا بسيرفيت. درك راكم تشوفوا خمر لي الكحك، ضاعف الحجم تاعو، نرش شويه تاع الفارينة في بلون ترافاي. شوفوا كيفاش تهبط العجينه وحدها من البول مالغري هذيك الباسينه، يعني ما دهنتهاش بالزيت. هذه الحاجه تبين لكم باللي الكحك راه خمر. شوفوا العجينه كيفاش تولي، يعني كي تبداو تخدموا فيها تولي تتفش، معناتها راهي خامره. دوك راح نزيد لها غير شويه تاع الفرينه باش ما تلصقش في يدي وباش نجم نشكلها. كنا راح نشكل كاع كويرات صغار نوجدهم، نعاود نلمها غير شويه، ما تكتروش الفرينه غير شويه قد ما تتلم. برك احنا ماذا بينا العجينه تبقى طريه، وبالكوبات ولا بالموس ولا تقسموا هكا قطع صغار وتشكلوا كرات، حاولوا ديروهم كاع نفس الحجم. باش تجينا الخدمه سهله دوك نوريلكم طريقه سهله كيفاش تشكلوا الكعك، يعني بلا ما تعياو بلا ما يدي لكم وقت. اول حاجه ديري كاع كويرات شكليهم، يعني ما نديروش هذاك الحربوش ونضل، يعني ما نعيوش كاع روحنا. دوك نوريكم واحد الطريقه يجي بزاف ساهل، ثم غير وجدوا الكرات تاع العجينه برك. العجينه دائما نغطوها، من الاحسن تغطوها بعد ما تشكلي الكرات وتحطيهم في عصيات ولا في باسينه ولا، غطيها العجينه باش ما تنشفلكش، كي تنشف تجيك الخدمه صعيبه من بعد. دوك راح نجيب هذيك الكره نحلها كيما راكم تشوفوا، باسكو هي راح تعاود تخمر. حلها بشكل دائري، والكره يعني على حسب ما بغيتوا، تبغوا تكبروها تبغوا تصغروها. وهنا نقسم في الوسط بالكاس تاع لاتاي صغير ولا بطابع صغير تنور اللي كان عندك في الدار. بغيتي تزيدي ديري لها كاشكال هكا، بغيتي تخليها سامبل، انا راح نخلي حبه سامبل وحبه نقسمهم بهذا الشكل. ونديرها في البلا اللي يدخل الفور، يكون عليه ورق طاي بابي كويسون من الاحسن، خير من اللي ترشوا الفرينه هكا ما تلصق لكمش الحبه تاع الكحك في البلا. كيما الكحك والخبز والمعجنات جينيرالمون من الاحسن نديرو بابي كويسون. بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، كيما تبغوا تقسموا تبغوا تخلوا الحبه سامبل مدوره. بعد ما كملت حبات الكحك كيما راكم تشوفوا، شفتوا هذوك الكرات اللي يعني كيما طبعت بالكاس تاع لاتاي، ما يعني درت حبه مع حبه كيما راكم تشوفوا هذوك اللي يجوا في الوسط. ما تعاودوش تخدموهم، ما تعيوش كاع روحكم، عاودوا لصقوا حبه مع حبه يجوا بهذا الشكل. وراح نخلي الكحك يخمر، وعندي هذاك زوج صفار بيض اللي خليتهم نزيد لهم شويه برك تاع الحليب. وندهن من الفوق، بعد ما تدهنوا بيان سو غادي نعاود نخليه يخمر، لازم يخمر باش يجينا خفيف. ونديرو شويه تاع الجلجلان من الفوق.
درك دخلتهم للفور يكون حامي، يعني يكون ساخن من قبل، ونخليهم يطيبوا. هذا هو الكحك اللي درناه نهار اليوم، راكم تشوفوا فيه شحال شباب شحال خامر. شوفوا شحال جاتني من حبه، يعني والله ماني عاقله ما حسبتش شحال، ولكن درت ثلاثه تاع لي بلا بهذه الكميه اللي درتها لكم. هذا البلا تالي اللي درته ما كانش عندي بابي كويسون، درت الفرينه، لكن ننصحكم ديروا غير بابي كويسون باش ما يلصق لكمش. راكم تشوفوا فيه كيفاش يجي خفيف، يجيهاش انه فيه الحليب. الكحك تخدموه بالحليب يجيكم خفيف. شفتوا ما عجنت ما والو، غير خلطت كاع المكونات وخليته يخمر، والسر تاعو ثاني في كي تخلوه يخمر. راكم تشوفوا هذا البلا زاوج جاني خير من الاول باسكو زاد خمر. شوفوا كيفاش خمر، شوفوا كيفاش طاب. ولا بغيتوا تزيدوا شويه في الحلاوه تاعو زيدوا له شويه سكر. انا عطيتكم العبر تاع نص كاس سكر باش ما يجيش بزاف حلو، خاصه الناس اللي ما يبغوش الكحك حلو. واللي تبغي الكحك حلو ممكن ديري حتى الكاس الا ربع تاع السكر. راح نقسم لكم الحبه باش تشوفوا كيفاه جا من الداخل. راكم تشوفوا فيه ما واش معجن خفيف، يعني هش طري، يعني هايل ما شاء الله. اتمنى ان شاء الله تجربوه. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.